ايه رأيكم في البتنجان الخطير بتاعنا ده النهارده؟ هنعمل النهارده بقى حبة بتنجان بس ايه تحفة. يلا بقى بسرعة نروح على المقادير والطريقة مع بعض يا حبايب قلبي جيجي، يلا بينا. ازيكم يا حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا قلت اعمل معاكم شويه بتنجان مخلل بقى، بس حلو قوي. عايزه اقول لكم ان البتنجان ده حلو جدا 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 في التخليل، تحفه. اسمه خد الجميل او خد القمر على حسب ما الناس بتقول عليه. بص، هو مش بيبقى موجود غير في الوقت ده بس، يعني مش بيبقى موجود طول السنه. طول السنه بيبقى موجود الاسود زي ما احنا عارفين، اللي هو البتنجان العروس. فالبتنجان ده بقى حلو جدا، بيبقى من جوه عامل زي الزبده. انا هعمله لكم مخلل، هو في المحشي كمان تحفه، ما فيهوش اي مراره، ما فيهوش اي حاجه. وهتعمليه وهتدعي لي بجد، اول ما تلاقيه في السوق جيبيه، وطعمه بيبقى حلو قوي من جوه، وبيبقى طري وجميل جدا. بصوا، احنا هنعمل شويه مسلوق وهنعمل شويه مقلي، يعني هعمل لكم الطريقتين. انا هنسلق شويه، يعني هنقسم شويه، المسلوق هنشيل بس القمع بتاعه ده من هنا اهو كده اهو، وطبعا هيتغسل كويس وهيتسلق في شويه ميه وفيها حبه خل صغيرين جدا، ده المسلوق. والمتحمر بردك هنشيل القمع بتاعه ده من هنا اهو، وهنشقه كده بالسكينه من النص، وهنحمره. وهنعمل بقى تتبيله، يعني ايه حبه دقه بقى للبتنجان ده، تحفه. تاكله بقى كده حايف من غير اي حاجه. هظبط الدنيا واوريكم البتنجان بعد ما اسلقه وبعد ما احمره، واوريكم التتبيله. يلا نروح مع بعض. وتعالوا بقى بعد ما حمرنا قليناه البتنجان اهو، وده المسلوق اهو بالشكل ده. بصوا من جوه بيبقى ابيض ازاي، بصوا المسلوق كمان، بصي مفيهوش اي مراره، وبيكون مستوي وبيكون طعمه حلو جدا ومغذي مغذي مغذي. اللي بيحبه مقلي اهو انا عملته مقلي، اللي بيحبه مسلوق اهو معمول مسلوق، والاتنين احلى من بعض. تعالوا بقى نروح بقى على التتبيله بقى الحلوه اللي احنا هنعملها، تتبيله مميزه خالص. بص، اول حاجه معايا التوابل بتاعتي. بص، انا بحط ملح، كمون، شطه بسيط عشان انا بحط فلفل، كزبره، والثوم ده اساسي زي ما احنا عارفين. ده هنا اهو انا معايا كرفس. الكرفس زي ما انا قلت لكم انا بكففه في الفريزر. ما عندكيش كرفس مفيش مشكله، ممكن تحطي بقدونس او ممكن تحطي اي خضره من عندك، مفيش اي مشكله، او كزبره او اي حاجه. دي طماطمايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، ودي جزرايه صغيره جدا او نص جزرايه مبشوره على الناعم خالص. وهنا معايا الفلفل اهو. طبعا الفلفل انا هدقه او هعمله في الكبه مع الثوم، يعني الفلفل والثوم مع بعض في الكبة، لان الطماطم والجزر هما ناعمين خالص. ومعايا طبعا كمية ليمون كده محترمة، ومعايا حبة خل صغيرين. طبعا بقى هي دي التتبيلة بتاعتنا. طبعا انا بقى هحط كل حاجة على بعضه، كل حاجة هنحطها مع بعض وهنحشي بيها البتنجان بتاعنا ده. الاتنين بحشوة واحدة. بصوا المقادير هقولها تاني. بصوا، ملح، كمون، كزبرة، شطة، الثوم، ده كرفس. لو مش عندكيش كرفس مفيش مشكله، ممكن تحطي حبه بقدونس هيديكي بردك، بس الكرفس جربيه هيبقى طعمه روعه. ودي طماطمايه ناشفه مبشوره، وحبه خل، نص جزرايه، حته جزرايه بس صغيره بتعسل وبتدي طعم مميز جدا. وطبعا فلفل، اللي ما بيحبش فلفل حاري حراق يحط فلفل رومي عشان بردك لازم فيها فلفل. وطبعا ليمون. هظبط بقى كل ده واوريكم بقى بعد ما نحشي الدنيا هيبقى فيها ايه. وعايزه اقول لكم ان هي دي بقى الخلطه اللي انا هحشي بيها البتنجان بتاعي اهي. بصوا حلوه جدا جدا، هتعجبكم قوي قوي قوي، وفيها كل الفيتامينات، يعني كل فيها خضار وفيها حاجات، ولا هتحمي ولا هتعمل اي حاجه. انا هحشي بقى وارجع لكم تاني، بس قلت اوريكم الشكل بتاعها قبل ما احشي اهي بالشكل ده. بجد بقى شويه بتنجان مخلل تحفه، بجد بجد هيعجبكم جدا جدا جدا، يعني بصوا مرة اروع. واعملوها بجد وهتدعولي، بس جربي طريقة البتنجان المخلل ده والخلطة اهي. بصوا بقى الخلطة فيه عاملة ازاي، حلوة جدا. بصوا انا عايزة اقول لكم، هي الكاميرا كمان مش مبينة. بصوا المسلوق كمان جميل جدا، بصوا المسلوق احلى كمان شكله من المقلي. بس اللي بيحب المقلي اهو جنب بقى سمك، عايز تعمليه جنب طاجن بامية، هنعمل قريب على فكرة بصارة. الناس اللي بتحب البصاره ما بتعرفش تعملها، هنعملها بردك. ده بردك مع البصاره بيبقى حلو جدا. هنعمل بردك شويه اكلات شعبي كده حلوين، والبتنجان ده بقى وجبه يعني حلوه لو انت كلتيها كده بلقمه. المسلوق اهو
للناس اللي هي ما بتحبش بالزيت، واللي مقلي اهو. بس بجد لو دوري على البتنجان ده اللي هو اسمه خد الجميل ده، بجد بيفرق في الطعم خالص خالص خالص، غير اللي انت بتاكليه الاسود ده، طعم تاني خالص. ويا رب بقى اللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يشترك وادعموني كده، وعشان عندي عليكم كل جديد، وسيبولي تعليق. وسلام عليكم، باي باي.